سلام خالتي. السلام ورحمه الله وبركاته، واش اخبارك؟ وعلى السلامه. الله يسلمك. ومرحبا بك. ربي يخليك. راني عارضه لك. والسلام عليكم المشاهدين، واش اخباركم؟ ياك لاباس؟ واش اخبار الحباب كاملين؟ وكنشكركم على التعليق ديالكم وعلى جيم، ودير جيم وبارطاج لكم رشيده. وكنشكركم بزاف بزاف على التعليق ديالكم، والله يعطيكم صحيحتكم. وكنشكر الحباب كاملين داخل الوطن وخارج الوطن، من طنجة حتى للقويره، كلشي المغرب كله، الحباب كاملين واللي برا واللي في الخارج وكلهم كنشكرهم. والله يعطيكم صحيحتكم كاملين والنجاح للوليدات ان شاء الله يا ربي والتيسير. واليوم المشاهدين، شنو هي العراضه ديالي؟ عراضي اليوم عندنا واحد السماكه بوا، ما كتلف ليا سميتها البوا. البوا ياك؟ هذه البوا كتكون دابا الموسم ديالها، هذا هو الموسم ديالها، ديما في هاد الشهور هذه كتكون عام مره في العام. انا شريتها وسلخوها ليا هذاك ام الحوت. هذا الموسم ديالها؟ الموسم ديالها كتكون مره في العام قالوا ليا. انا ما كنتش كاع كنعرف، انا شفتها عجبتني قال لي هذه راه سميتها بوا. البوا دابا ماشي عارضه عليا، خصني نقول لك راه من قبيله وانا قريب فيا، راني كنتلف على سميتها البوا. البوا البوا، انا قاسه كنقول لها البوا قبيله، قالوا لي لا راه البوا هذه كيقولوا ليها البوا. ها انتم هذا نص في الراس ديالها، ها كيفاش دايره القشره ديالها، هذا هو اللون، بقاعها الطريف هذه هي كتسلخ. ها انتم سلخوها، ها كتسلخ بحال الشري. سلخوها بحال الرايه حتى الشري نتا هو كيتسلخ. هذه انتم بحال هكا خليتها تطيف باش نجرها، هذه هي الجلده ديالها بحال هكا كتسلخ. ايوا هنا تلفت ثاني هضره البوا. المهم سمكه هذه زويونه، ما فيهاش الشوك. ها انتم فيها دايره بحال شي غلمي ولا ها انتم الهبره. الهبره فيها شويه فيها سنسول صافي فقط. ها انتم فيها تبارك الله الهبره قال لي، وكتجي في الشواق. كتشواق طبانت، كتجي مرقه، تجي كل زعما زويمنه وغزاله. شفتها عجبتني وما قالوا لي الله الا عرفتي تختارين كت هذا الحوس السمكه هذه راه زويمنه. هذه البوه ما كتجي غير مره في العام، مره في العام. انا قلت لهم حنا نذوقوا منها مره في العام. ومع بوسه ربيعيه الجميع الحباب كاملين يسولوا عليها. هذا راه الموسم ديالها هذا الشهر هذا، وان شاء الله يا ربي. ونطلب الحباب الهلا يحرمهم من شي حاجه اللي تشهواو وجاتهم على الخاطر ان شاء الله. دابا هذه درتي ليا العراضه ديال مره في السيمانه ديال البوه. انت غات اليوم جات من المدرسه اليوم واحد الاربع ما قاريش اليوم بنتها ما قاريش على العشيه. ايوا بسم الله توكلنا على الله. المهم غادي نطيبها في الطاجين، انا نشوف كيفاش غندير ليها. بسم الله توكلنا على الله، غنخلطها بعدا هنايا. المهم الحباب دابا ها انتوما، يا دابا السمكه هي هذه. شنو سميتها؟ البوا هي هذه، ها هي. المهم قولوا السمكه هي هذه، ها هي. دابا هذا خيزو وبطاطا وفلفله، كاين هنا الحامض، كاينه مطيشه، والعطريه كاينه تحميره، كاين الكمون، شويه ديال السودانيه، سكنجبير، وعرق الزعفران، وشويه ديال البزار باش ما نقطروش الحار، ومليحه هادشي اللي كاين. كاينه الثومه هنايا انا حكيتها، كاين هذا الربيع ها هو يا غادي نخلطها فيه. هذا غادي نديرو في القاع ديال هاد العويدات، غاسله ونديرو في القاع ديال الطاجين باش تعطينا شويه الريحه ان شاء الله يا ربي. ودابا ندوزو للعمليه عمليه نصيب. هادي سميتها باش تطلع العصاره ديال الحامض. بسم الله توكلنا على الله يا ربي السلامه. عصروا بعدا الحامض ديالنا، هاد الكبيره بعدا الى قداتنا هكا وحده نديروها. ايوا
نعصر واحد الحامض ديالي. حنا كنعصرو هاد الحامض. هو عصرتو، عصرت الماء ديالو، نحيد ليه الزريعه. كنخدمو يدانا، لابد من اليد. نديرو الربيع هو دابا. حنا درنا الربيع، نزيدو التومة، هادي العطرية، هادي الزيت مخلطة بزيت بلدية، شوية بلدية وشوية رومي. هانتوما بلاتي باش تخلط. زدت شويه ديال الماء باش تخلطي، باش نخلطها. ها هي مخلطين كلشي. ودابا عاد باكتي عصرتي الحامض وديتي هاد اليقامة، شهيتيني فيها. قلتي تشهيتي يا دابا. حنا مع الحامض نطيبوها اختي ونعطيوها لك اختي. ها ها انتوما تبارك الله، فهاد الطريفات زوينين دايرين بحال اللحم ديال الغلمية، غزالة. دابا نجيبو الطاجين ديالنا. ها هو ها الطاجين، نديرو فيه هاد الربيعات. ديما الربيع في الطاجين كيكون العويده تاع الربيع لتحت، كيهزو شويه على الخضرة. اوكي دابا غنديرو خيزو بحال هكا، هداكشي غيجي ساهل وزوين. ودابا غادي نقطعو البطاطا. السمكة ديالنا راها كتشرمل دابا، كتشبع مع راسها عطرية. ليه غادي نرقوها حنا، فرشنا ليها دابا بحال هكا البطاطا، وبحال هكا نقطعو ثاني شويه ديال الفلفل، نخليو ليها باش نديرو عليها على الظهر ديالها من الفوق.
هما ومطيشه حتى هي على حقاش كندير بحال هكا. دابا هذا نخوي هاد العطريه كلها غادي تهبط للخضره، يعني كلها كلها غادي تهبط بلا ما نخلطوا الخضره بوحدها ولا لا، غادي تهبط. انتما غنشوفوا غادي نخويها عليها وغتهبط تهبط عليها العطريه كامله. الله يجيب شي فريخ حتى هو شي مره ثاني نديرو حتى هو تتبص عاطي عليا. نعرض عليك نعرض عليك حتى هو نعرض عليك يعني حتى يكون ماشي يكون في المدرسه. لا تجي من المدرسه تكون غنعس مع 8 ونص نخلي تجي من المدرسه ونديرو باقي شهوتنا في شي فرخ ان شاء الله يا ربي هو اللي باقي شهوتنا فيه ديروه ثاني. هانتوما المشاهدين دابا بحال هكا هانتو هادي بالعطريه ديالها بكل شيء هانتوما كنديروا لها بحال هكا نصفوها هذاك الراس ولكن حيت كل شيء هاد العطريه غادي تهبط هذاك شو عاد الديل ديالها تبارك الله ما فيه لا شوك لا والو. كاين هذا غيجي هنا ها نتوما دابا المشاهدين شتي شتي هاد لي هاد لاصوص اللي باقي زيدي واحد شويه الكويس شي نص كويس ديال الماء شويه غادي يهبط كله غادي يهبط. دابا كاينه مطيشه كاين كلشي هانتوما هانتوما هاد هاد لاصوص كلها غادي تهبط على الخضره هانتوما الملحه وكلشي العطريه كلها غادي تهبط هانتوما العطريه كلها هاي بدا يغلى دابا غتهبط كلشي غيهبط هانتوما يجي من داكشي ان شاء الله. ودابا نبداو الزواق هانتوما هادي دابا عمليه الفينيسيو الفينيسيو دابا كنديروا الفينيسيو دابا هانتوما قولي لي بعدا عشنو سميت هاد الحوت هذا تلفته البوه ها سمكه نقول سمكة وهني راسك مالي يا بيت كتلف لي سميتها المشاهدين قلتي لهم السميت من الاول صافي لا ولكن كنبقى تنعيو نفكر نقول ويلي هادي سميتها ما انا ما بغيت تحفظ ليا. ها انتم الحباب خاصة واحد الفليفلة حارة تا هي نديروها من الفوق ايوا حنا غاديين دقة دقة مع منكم رشيدة ومع السمكة هنا ايوا نزيدو شويه د الحامض ضروري من فوق نقطعوه رقيق بحال هكا الحامض خضر هانتوما دابا حنا درنا فلفله فلفله حاره حتى هي كملوا بها التصوير هانتوما دابا هاد السمكه ديالنا ها هي واجده ها البوه ديالك هي واجده البوه اه البوه قلت لك نخلط في سميتها هذه سمكه البوه ها انتم الحباب ها انتم تمنيكم ان شاء الله ديروها تمني لكم ان شاء الله ديروها وتعجبكم وتجيكم على الخاطر ان شاء الله يا ربي. شو دابا راه الموسم ديالها هاد السمكه هذه وقلبوا عليها وخذوها ان شاء الله يا ربي وديروها راه زوينه
زوينه فنه فنه، يا الشوايه الطياب. ومازال لقيتها ان شاء الله يا ربي غادي نجيبها ثاني ونديرها قطبان وتشوفوا، ولا ما لقيتهاش نرجع في الله. هاتي الطاجين ديالنا وجد. يا وجدت السمكه ديالنا. قلت لها عقلت لها سميت البوه. ولا كنا نقول لها بوه. نقول لك مطيبين لها بوه. بسم الله نقول السمكه اختي وصافي مالي انا على حياتي. ها؟ انت يا اختي الطاجين ديالنا واجد، السمكة ديالنا هي وجدات. بسم الله توكل على الله. هانتوما الحباب، هانتوما هانتوما ودي المشاهدين، ها الطاجين واجد، ها السمكة ديالنا واجد. كيقولوا لي كل مرة يقولوا لي قولي سميتها كنشوفو بوشي عقلة ولا لا. وليت نقول لهم لا بو. هانتوما ها السمكة ديالنا هي واجد، راه شادين فيا كيقولوا لي قولوا لي سميتها، وانا راه كتغلط ليا السمية ديالها ما كنعقلش عليها. وهانتوما ودي المشاهدين بالصحة والراحة نتمناها لكم ان شاء الله. وهاد السمكة راه قالك هذا الموسم ديالها في هاد الشهر هذا، ونتمنى لكم السمكة. السمكة واش غنقول لها راه نتمنى لكم ديروها ان شاء الله وتعجبكم وتجيكم على الخاطر خفيفة وعلى القلب. وبالصحة والراحة للجميع. ها الطاجين ديالنا هو وجدنا.